ألف سردة وسردة معي أنا لقمان ديري. هكذا حدثنا هردبشت. وحررنا معمل المخلل. سجل يا حمود، نطالب الائتلاف بمراقبة باكيتات الحمراء الطويلة التهريب إلى تركيا ووضع لصاقة تمثل علم الثورة عليه كي يدخن النفر أو السائح بالصرماية بشعور ثوري تام دون الحنين الانهزامي إلى حضن الوطن. عبقري يا عمي، تسلم يا حمود. عمي الشيخ، عمي الشيخ، حرروا معمل المخلل يا عمي. هذا الحكي اللي عليه علامات يا حمود. حمود سجل يا حمود، إننا نثمن عاليا العملية النوعية التي قام بها أبطالنا في إدلب، ألا وهي تحرير معمل المخلل إضافة إلى معمل البطاطا. وإننا ومن منفانا الأوروبي القارس العزيز، حيث رمانا الهوى فوجدنا أنفسنا آكلين هوى، نقدر عميقا أهمية عدم تزحزح من معمل المخلل قيد أنملة. من معمل البطاطا مسموح الانسحاب التكتيكي يا حمود، بس من المخلل لا. أخبر أبطالنا الأشاوس الأهمية الاستراتيجية الرمزية للمخلل عند النفرات السوريين المنتشرين في بقاع المعمورة بعدما هربوا من المهدومة، حيث لم يجدوا مخللا يفي بالغرض باستثناء مخلل الفليف للحد التركي. لكن مخلل خيار انسى، غرامك راح، ما في عجور، ما في خس، ما في اتي، ما في فليفلة بلدية، ما في لفت، ما في، بس في مية لفت يسمونها الشلغم أو الشلغم، وهو شراب صحي يشربونه عوضا عن النبيذ في المجتمعات المحافظة المتحضرة. لذلك نطالب المعارضة بالاستنفار، مو يعني يصيروا نفرات لا سمح الله، وإنما الاستنفار لمعمل المخلل والهروع إليه. حلوة هي الهروع، مو هيك يا حمود؟ وبعد الهروع إليه منتفضين من الفنادق باتجاه معمل المخلل المحرر لإجراء مؤتمر قمة هناك لكل أصناف المعارضة، من المعارضة الحدة إلى المعارضة الحلوة، مرورا بالمعارضة الحامضة التي لا غنى عنها. وعلى كل هؤلاء تحضير أوراق عمل خاصة بهذا المؤتمر، والتي يجب أن تصب في قط رميز واحد، ألا وهو المحافظة على الإنجاز واعتبار التفريط بمعمل المخلل من جديد خطا أحمر، بس مو من خطوط أوباما يا حمود. الحز يقولون عني عنصري، امحي اسمه يا حمود، امحي أوباما خط أحمر، وسجل عندك أهمية تفعيل المعمل والبدء بتصدير المخلل إلى كل بقاع نفرستان المترامية الأطراف، وسوف يلقى هذا المشروع إقبالا جماهيريا منقطع النظير. طبعا النقطة المظلمة الوحيدة في هذا المشروع هي أن المنحبكجية أيضا من الهاربين من حضن الوطن سيتمكنون من الحصول على المخلل، وهذا ما يبقى يثير الامتعاض فعلا، أن تتخيل المنحبكجي وهو يستمتع بتناول المخلل. لكن لا خيار لنا ولا فليفلة، فلا آلية قانونية للحقول دون ذلك. وإيش رأيك بالحقول يا حمود؟ قوية ها؟ وفي النهاية سجل ملاحظة تخص اجتماع المعارضة في معمل المخلل، أنه ممنوع إدخال المجدرة إلى المؤتمر والنصر لقضية شعبنا. ابصم يا عمي، تعليق في أبريل 2015 الساعة 7:39 من أحمد دلو: يوما ما سنحتفل بواقعة تحرير معمل المخلل كما تحتفل فرنسا ودول الحلفاء بواقعة الإنزال النورماندي الشهير إبان الحرب العالمية الثانية. إننا على الطريق الصحيح، التاريخ يكرر نفسه ولكن بقالب سوري بحت. أمرو الفيس. هكذا حدثنا هردبشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.